في منحنى جديد لأزمة البحر الأحمر اضطر الأوروبيون إلى اللجوء إلى روسيا، حيث بدأوا بنقل السلع الواردة من آسيا عبر السكك الحديدية الروسية. يأتي ذلك فيما تشهد قناة بنما التي يمر عبر ما يقرب من 5% من التجارة العالمية المنقولة بحرا، إحدى أكثر القنوات أو الفترات جفافا. ووفق شركة دي اتش ال الألمانية، فإن طلبات نقل البضائع عبر السكك الحديدية الروسية قفزت بنحو 40% منذ أن بدأت سفن الحاوية في التحول إلى طريق أطول في ديسمبر الماضي. هذا وارتفع الطلب على نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا عن طريق السكك الحديدية عبر روسيا منذ بدء أزمة البحر الأحمر. ووفقا لشركات الخدمات اللوجستية ومشغلي السكك الحديدية، فإن حركة البضائع بالسكك الحديدية عبر روسيا هذا العام كانت أعلى بنسبة وصلت إلى 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى وقع تزايد التوترات في البحر الأحمر، يبرز التساؤل في هل يمكن أن تكون الصين من أكثر الدول المتضررة على صعيد التجارة بسبب تلك التوترات؟ نتابع. تتزايد الفاتورة على الاقتصاد العالمي مع تصاعد توترات البحر الأحمر، فيما ظهرت بعض العلامات المبكرة على ثاني أكبر اقتصاد عالمياً عبر ملاحظة انخفاض بنحو 10% إلى 15% من الصادرات التي تغادر الموانئ الصينية، انخفاض متوقع مقارنة مع الأرقام، فما يقدر بنحو 120 مليار دولار من الواردات الصينية و160 مليار دولار من الصادرات تتدفق عبر مضيق باب المندب كل عام من إجمالي التجارة البحرية المقدرة ب 1.5 تريليون دولار. وفي حين أن هذا ليس سوى جزءاً صغيراً من إجمالي التجارة البحرية الصينية، أي نحو 10%، فإن هذا الاضطراب قد يضع عبئاً إضافياً على تجارة الصين التي تواجه بالفعل ضغوطاً من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والانتقال التجاري المستمر بعيداً عن الصين وفق تقارير. لكن ماذا عن تغيير مسار السفن؟ ببساطة، الرحلات الطويلة تعني مزيداً من الوقت، ما يزيد من تكلفة الشحن. علاوة على ذلك، تعني الطرق الأطول أن سعة السفينة المتاحة أقل، ما قد يؤدي إلى زيادة سعر الشحن. ونتيجة لذلك، وصل سعر شاحنة حاوية من شنغهاي إلى روتردام إلى أعلى نقطة له منذ سبتمبر 2022 في 18 من يناير. عراقيل تضاف إلى أن إعادة توجيه السفن من البحر الأحمر، والذي هو أقصر طريق من آسيا إلى أوروبا عبر قناة السويس حول رأس رجاء الصالح، يمكن أن تضيف أسبوعين إلى جداول الشحن، ما يقلل من سعة الحاويات العالمية ويمزق سلاسل التوريد، حيث تستغرق عودة السفن وقتاً أطول.